اشتد الهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وزاد الحزن في ليلة من الليالي التي لها ذكرى في هذه الأمة. صلى النبي صلاة العشاء الآخرة ثم ذهب إلى بيت أم هانئ فنام بعد العشاء، وفي الليل جاءه جبريل عليه السلام يوقظه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج من بيت أم هانئ، مر على البيت ثم ذهب مع جبريل. يقول: فرأيت دابة عظيمة، دابة غريبة لها جناحان، إنها دابة تنقل الأنبياء، تضع حافرها في منتهى طرفها، فرقيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمها البراق، وأخذت تسري به في تلك الليلة باتجاه بيت المقدس. ما أعظمها من رحلة، وما أجملها من رحلة، فيها خير الخلق على دابة الأنبياء التي تنقل الأنبياء البراق، يرافقهم جبريل عليه السلام بنفسه. في الطريق رأى قافلة، رأى أمورا غريبة عجيبة، حتى وصل إلى بيت المقدس وكل أهل مكة نائمون لا أحد يدري عنه. وصل إلى بيت المقدس فوجد فيها لأول مرة يراه إبراهيم الخليل. يقول: أشد الناس شبها به صاحبكم، يعني هو عليه الصلاة والسلام. ورأى موسى يصفه يقول: رجل طويل آدم جعد كأنه من رجال شنوءة. ووجد عيسى عليه السلام رجل أحمر لا قصير ولا طويل صبط الشعر، أشد الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي كما وصفهم. وفي جمع من الأنبياء في بيت المقدس في الأرض المباركة صلى النبي إماما بالأنبياء. ثم بعد أن صلى بهم قدم له إناءان، إناء من لبن وإناء من خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إناء اللبن، فقال له جبريل: هديت للفطرة وهديت أمتك، ولو شربت الخمر لغويت وغويت أمتك. ثم رجع النبي إلى فراشه في بيت أم هانئ ونام تلك الليلة. فلما أصبح أخبر الخبر أم هانئ، قال لها: ذهبت وصليت في بيت المقدس ورجعت. قالت أم هانئ: لا تخبر أحدا بهذا، فإن أخبرتهم كذبك الناس وآذوك. قال: والله لا أحدثنهم. فذهب وفي الصباح نادى أهل قريش وأخبرهم بأنه صلى في بيت المقدس مع الأنبياء. فهذه فرصة المشركين الآن، أخذوا ينشرون بين الناس يقولون: إن العيرة لتضرب شهرا إلى بيت المقدس وشهرا ترجع منها، وصاحبكم يقول أنه في ساعة صلى في بيت المقدس ورجع. حتى ضعاف الإيمان تشككوا في دينهم، وبعضهم ربما تراجع عن دينه، حتى ذهبوا إلى صاحبه أبي بكر وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى ورجع في ليلة واحدة، في ساعة واحدة. فقال أبو بكر بكل هدوء: إن كان قد قالها فقد صدق، إني أصدقه في خبر السماء يأتيه وهو جالس عندي، أفلا أصدقه في هذا؟ فأنزل الله في أبي بكر: والذي جاء بالصدق، يعني رسول الله، وصدق به، يعني أبو بكر، أولئك هم المتقون. فلما تجمع المشركون ومعهم أبو بكر وبعض الصحابة على الرسول: ما الخبر؟ ماذا تقول؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما زار بيت المقدس قبل هذا. قال لهم: سأصف لكم بيت المقدس. تحدوه بهذا، وكان بعض الناس شاهد بيت المقدس، أخذ يصف بيت المقدس حجرا حجرا، يقول: رفع لي بيت المقدس كأنني أراه. وكلما قال شيئا قال أبو بكر: صدقت، قال أبو بكر: صدقت، قال أبو بكر: صدقت. حتى قال النبي له: أنت صديق هذه الأمة، أنت صديق هذه الأمة. ثم تحدى المشركين، قال: رأيت عيرا في الطريق فيها كذا وكذا وكذا وكذا، أخبرهم بأوصافها قافلة كاملة، وسوف تأتيكم في اليوم الفلاني من ثنية التنعيم. فانتظر المشركون في ذلك اليوم، فإذا القافلة كلها تصل، وإذا بالمؤمنين يزدادون إيمانا، والنبي سري عنه بعد هذا الإسراء، وكل أهل التقوى ازدادوا يقينا، أما المشركون ازدادوا غنظا وحيقا وحنقا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. يا ليل حدثني عن رحلة الإسراء، أسر الرسول بها كالبدر في الظلمة للمسجد الأقصى، تدنو له الأرجاء، غارت نجوم الكون من وجهه الوضاء، من وجهه الوضاء. وعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلى، وكان جبريل برفقته، رأى المعراج، ليس شيء أجمل منه. النبي يرتقي من هذه الأرض إلى السماوات، فيستفتح جبريل السماء، ولكل سماء أمنتها حفظتها من الملائكة. قالت الملائكة: من؟ قال: جبريل. قالت: ومن معك؟ قال: محمد. فسألت الملائكة: وهل بعث؟ قال: نعم. ففتحت أبواب السماء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي مكانة هذه في حياته الدنيا والسماوات العلى تفتح لرسولنا؟ دخل السماء الدنيا، السماء الأولى، فرأى رجلا ترفع له النسمات، كل روح تقبض في الأرض ترفع إليه، فإذا رأى روحا مؤمنة فرح، وإذا رأى روحا خبيثة كافرة حزن. قال النبي لجبريل: من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم. فسلم عليه فرد آدم: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ارتقى مرة أخرى إلى السماء الثانية، ففتحت له أبواب السماء، وكلما مر عليه ملأ من الملائكة سلموا عليه واستبشروا به ورحبوا به صلى الله عليه وآله وسلم. فرأى في السماء الثانية ابني الخالة، عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا، فسلم عليه وقال: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم ارتقى عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثالثة، فرأى فيها رجلا جميلا أوتي شطر الحسن. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا يوسف ابن يعقوب، هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فسلم عليه فقال: يوسف أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم ارتقى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء الرابعة، فرأى فيها إدريس، فقرأ النبي: ورفعناه مكانا عليا، فسلم عليه ورد السلام. ثم إلى السماء الخامسة، فرأى رجلا ذو لحية بيضاء، فقال النبي لجبريل: من هذا؟ قال: هذا الذي أحبه قومه، إنه هارون ابن عمران عليه السلام. فسلم عليه ورد السلام، قال: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم ارتقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء السادسة، فرأى فيها من؟ رجلا طويلا آدم أقنى، إنه من؟ إنه موسى عليه السلام. فسلم عليه ورد السلام، قال: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم وصل إلى السماء السابعة، ومن في السماء السابعة؟ رأى رجلا مستندا بظهره إلى البيت. أي بيت هذا؟ إنه البيت المعمور، كل يوم يدخله 70,000 من الملائكة، لا يدخلون مرة أخرى. من هذا الرجل الذي يستند بظهره إلى هذا البيت؟ قال: إنه أبوك إبراهيم الخليل. فسلم عليه فرد السلام، أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. هنا توقف الأنبياء. هذه السماء السابعة
لم يرق بعدها نبي من الأنبياء، أما رسولنا فقد ارتقى عن السماء السابعة ووصل إلى شيء هو نهاية الخلق، اسمه سدرة المنتهى. ما أجمل هذه السدرة! حتى جبريل عليه السلام لما وصل إلى هذه المرتبة لم يستطع أن يرتقي، أما نبينا فارتقى. يقول: رأيت جبريل في هذا المكان، يخاف جبريل من مقام ربه، يقول: رأيته كالحلس البالي، مثل الثياب التي سقطت على الأرض. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هنالك الجنة، عندها جنة المأوى. هذه المرتبة لم يصل إليها لا نبي بل ولا ملك. فارتقى النبي فرأى نورا. أي نور هذا؟ قال: نور أن أراه. كلم ربه مباشرة بلا ترجمان، لكن حجاب ربنا النور. قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه من بصره. أي كل الخلق يحترق لو كشف ربنا هذا الحجاب. أي لقاء هذا؟ لقاء الرب بحبيبه وخليله وصفيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في السماء السابعة كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه، لم يره، قال: نور أن أراه. فما أعظمه من لقاء وما أعظمه من كلام. في تلك السماء فرض الله عز وجل على نبينا وعلى هذه الأمة أعظم العبادات، وهي الصلاة. فرض الرب عز وجل هذه الشعيرة فوق 7 سماوات، وفرضها الرب 50 صلاة في اليوم والليلة، من الفجر إلى الفجر وجب على هذه الأمة أن يصلوا 50 صلاة، وكل صلاة أكثر من ركعة. فأقبل النبي راجعا عليه الصلاة والسلام فمر على موسى ابن عمران فسأله عما فرض الله عز وجل عليه، فقال: فرض علي الصلاة. قال: وكم فرض عليك من صلاة؟ قال: 50 صلاة. قال: أمتك لن تقدر عليها. وكان موسى رفيقا بأمته وبأمة محمد، قال: إن أمتك لن تقدر عليها، فارجع إلى ربك وسله التخفيف. فرجع النبي إلى ربه يشفع لهذه الأمة أن يخفف الله عليها عدد الصلوات، فأنزل الرب عز وجل من 50 إلى 40 10 صلوات. فلقي موسى في طريق عودته وقال له: كم جعلها الرب؟ قال: 40. قال: ارجع فإن أمتك لن تقدر عليها. وصدق موسى. فرجع النبي وطلب من ربه التخفيف فصارت 30. ثم كل مرة ينزل الرب عز وجل يخفض الرب 10 صلوات حتى صارت 10، ثم جعلها الرب 5. فنزل إلى موسى قال: كم صلاة؟ قال: 5 صلوات. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف فإن أمتك لن تقدر عليها. قال: استحييت من ربي، استحييت من ربي، يعني أقل من 5 صلوات، من 50 إلى 5 صلوات. ثم قال النبي: من أتى بهن وصلاهن إيمانا واحتسابا كن له ك50 صلاة. من صلى 5 كن له ك50 صلاة. لا يبدل القول لدى الرب عز وجل، لا يبدل القول عند الله جل وعلا. فهي 5 نصليها لكنها تكتب ك50 صلاة، ثم الحسنة ب10 أمثالها. هذه الفريضة أراد الرب عز وجل أن يفرضها على هذه الأمة في معراجه عليه الصلاة والسلام: إن الصلاة كانت على المؤمنين، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بعدها بدأ يجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا. شعاره: فاصدع بما تؤمر. منهجه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بدأ يستغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواسم الحج وغيرها، فقد كانت القبائل تأتي إلى البيت الحرام، تزور البيت الحرام، تحج إلى البيت الحرام بنفسها، وكان يستغل هذه الفرصة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وكان يأتي في منى وفي غيرها في تلك المواسم إلى كل قبيلة بنفسها، فيأتي إلى القبيلة فيقوم فيهم مناديا: يا بني فلان، هو بنفسه يناديهم: يا بني فلان، يا بني فلان، إن الله بعثني إليكم لتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما دونه من الأنداد والأوثان والأصنام، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتعينوني على أن أبلغ دعوة ربي. يأتي إلى أمة أمة، إلى قبيلة قبيلة، إلى فلان وفلان وفلان في خيامهم وفي مقارهم. وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يتبعه رجل كما قال الراوي، رجل أحول وضيء، له غديرتان، عليه حلة عدنية يتبعه، فإذا ترك آل فلان قام فيهم وقال يخطب: أيها الناس، هذا ابن أخي، هذا ابن أخي، يدعوكم لأن تخلعوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن، وأتاكم بما لم تعرفوا، فلا تسمعوا إليه ولا تطيعوه. يظل النبي يدعو إلى الله ولا يبالي بمن يعاديه ولا من يصده. هذه دعوة الله، وهذا أمر الله لا بد أن يتمه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس في خيامهم وتجمعاتهم، يدعوهم إلى الله جل وعلا، يصدونه ويردون دعوته. لكن هنا أذن الرب عز وجل أن يتغير مجرى هذه الدولة الإسلامية، فإذا به يجد نفرا سألهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفأجلس إليكم وحدثكم؟ قالوا: تفضل. فأحسنوا إليه، فجلس النبي يبلغهم دعوة ربه ويعرض عليهم الإسلام، فكأنهم استحسنوا. هنا أذن الرب أن يدخل قوم في دين الله، وقد كانوا على الشرك وعبادة الأصنام، أما يهود فكانوا أهل كتاب. فقال بعضهم لبعض: تعلمون أن يهود أخبرتكم أن هذا هو زمان بعث نبي، ويهود تتوعدكم به، فلا يغلبونكم ولا يسبقونكم عليه. فآمنوا بالنبي وصدقوا به وتعلموا الإسلام، ثم قالوا: يا رسول الله، ليس أحد من العرب بينهم قتال كالذي يحصل بيننا. وكان بين الأوس والخزرج نزاع وقتال قديم، فلعل الله أن يجمع بيننا بك. ثم لما علمهم الإسلام رجعوا إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب، فما من بيت إلا وأخذ يتكلم عن رسول الله في المدينة. ثم لما جاء الموسم المقبل جاء 12 رجلا من الأنصار ليلتقوا برسول الله في مكان يسمى العقبة في ذلك الموسم، ليبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة سميت بيعة النساء. لما؟ لأنه ليس فيها قتال. بايعوا النبي على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ويطيعونه ولا يعصونه. بايعوا النبي، فلما بايعوه وعلمهم الإسلام ودين الله جل وعلا سرا، بعث معهم رجلا كان أول سفير في الإسلام، إنه مصعب بن عمير، ذلك الشاب المترف المنعم في مكة. لما أسلم ترك الدنيا بملذاتها، بل هاجر وحيدا فريدا إلى المدينة يعلمهم دين الله جل وعلا. ذهب إلى المدينة ونزل عند رجل اسمه أسعد ابن زرارة، سيد من سادات الأنصار، نزل عنده وأخذ يتعاونان في الدعوة إلى الله جل وعلا. ما ترك مصعب بيتا إلا وأقرأهم القرآن وأسمعهم الإسلام، يبلغ دين الله صباحا ومساء، جهارا ونهارا، في كل مكان يدعو إلى الله جل وعلا. فكان نعم السفير ونعم الداعي إلى الله جل وعلا. يوم من الأيام كان مصعب مع أسعد ابن زرارة في حائط،
يعلمان الناس دين الله جل وعلا، فإذا برجلين من سادات الأنصار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير لم يكونا قد أسلما، تضايقا مما يفعل مصعب وأسعد بن زرارة. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لو قمت إليه فكلمتهما. فقام أسيد بن حضير إلى أسعد بن زرارة وإلى مصعب بن عمير فقال لهما: ما الذي تصنعانه في قومنا؟ سفهتما ضعفاءنا وفعلتما وأغلظ عليهما في الحديث. فقال أسعد بن زرارة: هل لك إلى أن تسمع ما نقول؟ فإن قبلت به وصدقت لم يضرك، وإن كرهته كففنا عنك ذلك. قال: أنصفتما، كلامكم حق. فجلس أركز حربته، ثم جلس أسيد بن حضير يسمع من مصعب بن عمير، فأخذ يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن. وهو يقرأ، مصعب يقرأ القرآن، إذا بأسيد بن حضير يتغير وجهه، إذا به يتغير وجهه ويشرق وجهه، يتأثر بالقرآن. فما إن انتهى إلا قال أسيد: ما أحسن حديثكما، ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكما؟ قالوا: لا شيء، يغتسل، يطهر ثيابه، يشهد شهادة الحق، يصلي ركعتين، يدخل في الدين، خلاص. فإذا به يرجع إلى سعد بن معاذ، لما رآه سعد قال: والله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. وقال أسيد قبل أن يذهب لسعد بن معاذ، قال: سوف أذهب إلى سعد بن معاذ سيد في قومه، إن آمن لم يتخلف عنه أحد من قومه. قالوا: من؟ قال: سعد بن معاذ. فذهب أسيد إلى سعد، قال: اذهب إليهما فاسمع منهما. فجاء سعد إليهما، قال: ماذا صنعتما؟ سفهتما ضعفاءنا وفعلتما، هل لكما أن تكف عنا؟ فقال أسعد بن زرارة: اجلس واسمع، فإن أعجبك قبلت، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفتما. فجلس سعد بن معاذ قبل أن يسلم، فأخذ يقرأ عليه القرآن مصعب، وإذا به يشرح الله صدره ويتغير وجهه ويشهد شهادة الحق. ثم ذهب إلى قومه وقال: يا بني عبد الأشهل، ما أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأنجبنا عقلا. قال: فإن رجالكم ونساءكم كلامهم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين وتؤمنوا برسول الله. فإذا بقومه جميعهم يؤمن بالله وبرسوله. هكذا انتشر الإسلام في المدينة. بدأ بنفر من الخزرج، ما أيس النبي من الناس قبيلة قبيلة حتى أدخل الإسلام في قوم من الخزرج. ثم بدأ الأنصار بايعوه البيعة الأولى، وانتشر الدين في المدينة برسول الله عليه الصلاة والسلام وبرسوله مصعب بن عمير الذي كان أول سفير في الإسلام. كان المسلمون من الأنصار على موعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيعة الثانية، بيعة سميت بيعة العقبة الكبرى، وكان الموعد في الحج. خرج الأنصار من المسلمين، خرجوا مع المشركين في الحج إلى مكة، وكان بينهم سيد من ساداتهم اسمه البراء بن معرور، وكان في طريقه لا يصلي إلى بيت المقدس، لم يرضى أن يجعل الكعبة في ظهره، وكان أصحابه ينصحونه ولكنه كان يأبى. قال: كيف نجعل هذه الكعبة في أظهرنا؟ فلما وصلوا إلى مكة 71 رجل، معهم امرأتان، صاروا 73 رجل وامرأة، وصلوا مع المشركين في الحج إلى مكة، وأهل مكة لا يدرون بالخبر. ذهب البراء بن معرور وكعب بن مالك يسألان النبي عن الصلاة باتجاه الكعبة. لم يكونا قد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الطريق سأل رجلا من أهل مكة: أين محمد؟ قال: أتعرفانه؟ قلنا: لا. قال: أتعرفان العباس؟ قلنا: نعم. قال: هو جالس مع العباس عند الكعبة.
يقول: فذهبنا إلى الكعبة فرأينا العباس وكنا نعرفه من قبل، كان تاجرا يأتي إلى المدينة. يقول: فجلسنا عند رسول الله، فقال النبي للعباس: أتعرفهما؟ قال: هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي: الشاعر؟ قال العباس: نعم. يقول: كعب بن مالك والله ما نسيتها طوال عمري. الرسول يعرفه. يقول: فسألنا النبي عن الصلاة باتجاه الكعبة، فقال النبي للبراء: يا براء، إنك على قبلة لو صبرت عليها، يعني اصبر الآن على هذه القبلة وهي بيت المقدس. فرجعنا إلى رحالنا. الموعد: موعد البيعة أوسط أيام التشريق، المكان عند العقبة. جاء أوسط أيام التشريق، ذهب ثلث الليل الأول، نام الناس في رحالهم، تسلل المسلمون 71 رجل وامرأتان، تسللوا سرا في الليل كتسلل القطا لموعد مع من؟ مع حبيبهم عليه الصلاة والسلام، لبيعة غيرت مجرى أمور كثيرة. خرجوا بالليل كل واحد من رحلة، ولا أحد يدري عنهم، لا أهل قريش ومكة ولا أصحابهم الذين جاءوا من المدينة من المشركين. خرجوا يتسللون، جاءوا إلى شعب في العقبة، التقوا برسول الله لعقد تلك البيعة. خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس، ولم يكن أسلم، لكن أراد أن يستوثق من ابن أخيه. فلما لقي القوم الأنصار قال: أيها القوم، تعلمون ما محمد بيننا، منعناه من الناس ومن أعدائه، فإن شئتم قبلتم به وأخذتموه معكم تمنعوه من الناس، وإلا فاتركوه بيننا. فلما انتهى قالوا له: انتهيت يا عباس؟ قال: نعم. قال: قل يا رسول الله ما أحببت وما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فقال الأنصار رضي الله عنهم: قالوا: بل نمنعك مما نمنع منه ما تحت أزرنا، ليس فقط نساءنا وأولادنا، نحن أهل حرب وجربنا الحروب. فقام رجل من الأنصار اسمه أبو الهيثم، قال: يا رسول الله، بيننا وبين الناس حبالا، يعني بيننا وبين اليهود عهود ومواثيق، وإنا قاطعوها، فإن أظهرك الرب عز وجل على الناس وعلى العرب فهل عسيت أن ترجع إلى قومك وتخلي بيننا وبينهم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: الدم الدم والهدم الهدم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ففرح الأنصار بهذا وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل عليهم 12 نقيبا مثل القائد، 12، 9 من الخزرج و3 من الأوس، ورجعوا إلى بلادهم. قبل أن يرجعوا ويتفرقوا، من علم بالخبر، من علم بهذه البيعة؟ شيطان من الشياطين، فقام يصيح بين الناس: يا أهل الجباجب، يا أهل المنازل، هل لكم في مذمم، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، هل لكم في مذمم والصباة معه، تبايعوا على حربكم، هل لكم؟ يصرخ بين الناس. فقام الناس يلتفتون ويبحثون، فقال الأنصار: ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا أزب العقبة، يعني هذا شيطان العقبة. ثم قال: والله لأتفرغن لك يا عدو الله. فقالت الأنصار: يا رسول الله، أفلا نميل عليهم ميلة واحدة؟ قال: لا، لم نؤمر بهذا بعد. فأمرهم أن يرجعوا إلى رحالهم. وفي الصباح انتشر الخبر، فذهبت قريش تتثبت من زعماء الخزرج، وكانوا مشركين، وعليهم عبد الله بن أبي بن سلول. فلما جاءت قريش تسألهم: هل صحيح الخبر؟ تبايعتم مع محمد أن تقاتلون دون الناس؟ فقال عبد الله: أبدا والله ما حصل هذا، ما كان قومي ليفعلوا هذا حتى يرجعوا إلي. فرجعت قريش ظنت أن الأمر حقا، أما مشركو الخزرج لم يعلموا بهذا. فرجع الأنصار إلى بلادهم وعليهم 12 نقيبا ليحملوا راية الإسلام ويؤسسوا دولة الإسلام.